بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أول سؤال يلطن نطرحوه في الجو السياسي خالي من الرونق الجاذبية، هو كيف نجعل المجتمع الموريتاني يتذوق السياسة؟ بسم حالنا هنا قنع الشباب عنه يدخل في حفرة من الرماد تركم فيها يوميا نخبة المجتمع قدام عينيه. بسم حالة الصالح الموريتانيين مع السياسة ونقول لهم عنهم يقدوا يخوضوا معاركها وينتصروا فيها. وثاني سؤال هو كيف نكتب للموريتانيين سيناريو عملي بديل يجبر فيه كل حد دوره المناسب، وكيف نخرج القوة الصامتة عن صمتها، وكيف نعيد القوة المعطلة إلى الميدان، كيف نصنع الحدث؟ من أين نتأمل الظروف اللي يحكم فينا عن طريقها؟ ندور نكتشف السيناريو الرديء اللي خضعنا له عقود من الزمن، ولكن لاحظوا عن أكبر لاعب بهذا السيناريو هو العدمية المدعومة بخطابات هون زائفة وبائسة ينتجوها الضحايا قبل المتفعين. كيف عن موريتانيا ما تقدر تصلح، وعن البلد حاكم العسكر والشعب ما هو خالق وبلا دور، والسياسة ما تغير شيء واللي غير الله القوة والعنف، وعن السياسة مصالح والناس كاملة تشرب المال، وعن الانتخابات وهم، وعن الشعب الموريتاني ما يضحى من أجله. تضحية قاع في الحقيقة لا تضحية الإنسان بقناعته، هم مشي حد مع قناعته ذاك هو قيمة الترف. هذه هي مفردات التثبيط اللي خضعنا لها زمن طويل وخسرت علينا ياسر من الفرص وكتلة الهمم. والمشكلة قاع عما يقد حد يعرف كان عظام ذنب الجاني والله ذنب الضحية اللي متقبل الخطاب. واعر علينا تلينا الصدق عن فينا حد بريء، ولا استثني نفسي. ما غريب إذن إلى غاب الذوق السليم عن السياسة مصالحة مع هذا النوع من المسلمات والحكم. الناس بذكائها الفطري لا هي تنفر منها وتبعد، لأنه تكريس حقيقي للألم اللي عايشين فيه. حتى إلى ما جبرت الجماهير طريقة ترد بها على ذي الخطابات، أرواحهم بعد ما هي لا هي تصدهك، لا هي تصدى لهم الكسل الصادق الموجود في الروح. شو نقدروا نعدلوا؟ نجربوا سيناريو آخر ما هو اللي كنا خاضعين له؟ خالق جيوش عندنا هون، والسياسة معروفة عنها لا امتداد للحرب لكن بوسائل سلمية. عندنا ألوية هون الهشي غايبة عن ساحة المعركة، مع أنها بعد جاهزة غالبا ومدججة بالسلاح، السلاح السياسي والسلاح الذهني والتقني غير معطلة، ما قط لجنة غرس. والسبب هو ذي الخطابات القنة، هي مادة ينقال عنها ما هي مفيدة وعملها بلا نتيجة. هذا لا يتحطم معنوياتهم بطبيعة الحال ويحيدوا تماما. هذه الألوية الحق تستخدم قوتها، أنا لها أن تلبي نداء الواجب الوطني، ولا تستخدم هذه المرة لله مصلحتها. لحقنا نسول روسنا إيش مستفادين من الاستماع للمثبطين المشككين في قوتنا؟ استفادتهم هما قاعد قد تعود مؤكدة، يا غير نحن ما لنا مستفادينش والوطن ما هو مستفادش. هذا فيما يخص الجانب النظري أو بالأحرى الجانب النفسي. الجانب الصالح عملي، نحن في نظام شبه ديمقراطي، هذا ما يلطوي غيب عن الأذهان أبدا. ما ترينا قطعا في نظام الحزب الواحد ولا في الأنظمة الاستثنائية العسكرية، ولا نملي طبعا في نظام ديمقراطي حقيقي يطبق القانون ويساوي بين الناس. وهذا ايش ترتب عليه؟ يترتب عليه ربط التغيير بالاستحقاق الانتخابي والنتائج السياسية. غير مولي المشاركة في الاستحقاقات لا بد من ربطها هي الأخرى بتعبية عامة تقدر تحمي أصواتنا وتفرض حد أدنى من الشفافية، ولا بد مولي من ربط المشاركة بخطاب سياسي ورؤية واستراتيجية سياسية، وإلا لا تعود قيمتها السياسية محدودة جدا، والأمثلة كثيرة في شيء قريب وفي شيء قديم. مع أن عندنا اليوم مفارقة غريبة طارية لمجتمعنا، وهي أنك تشوف المشكل العام يتعمق يوميا وينزال، ومع ذلك ما تفرز الساحة الأشخاص والحلول المتناسبة مع حجم المشكل، وهذا كي قلنا طاري ما كان يخلق. والمشكلة بعد منين تخموا ما ثلاثة على مستوى النظام، والحل ما هو منتظر من الجهات الرسمية. المشكلة ضرك فينا نحن، لأن النظام أي نظام حتى إلى عاد اسمه مازال صالح عند المجتمع ما يقدر يعطي اللي فوق طاقته،
وفوق تخمامه، وارع لنظام يعطيه أكثر من المطلوب منه. وذي الأنظمة معروف عنها تصنت إلا للناس اللي حذاها والحوامة اللي يقولوا لها شي مونك عنده. من دراسة كاننا نحن لاهي نتحملوا المسؤولية ونراجع روصنا وتعود عدنا استراتيجية للمرحلة واستراتيجية لإشراك ذي القوى المعطلة الصامتة اللي قلنا قبيل. السيناريو بعد اللي مقترح راسه علينا ومقترحه الواقع يتكون من 3 خطوات بسيطة جدا يا غير فعالة. بسيطة ذيك ما معناها عنها سهلة، معناها عنها ما هي مركبة. الخطوة الأولى هي إنشاء منصة تفاعلية كبيرة على شبكة الإنترنت خاصة بالشأن السياسي وبالتغيير السياسي تحديدا، يمثل فيها جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتلتحم فيها أصوات التغيير كاملة دون أي شرط آخر، ويالله تندار فيها الهيكل التنظيمي للدولة ومؤسساتها من عند الرئاسة للوزارات والإدارات والصفقات والاكتتاب وجميع النشاطات العمومية والسياسية، ياك يسهل الوصول لكل شيء يتعلق بالتسيير والفساد المستشري. ويندارو فيهم ملي الأحزاب والشخصيات السياسية والأصوات الإعلامية الرسمي منها والموالي وكل المدجنين والمعارضين. هذه الخطوة يالت يقوم بها اللواء العظيم المعطل الخاص بالمعلوماتية المكون من المهندسين الموريتانيين المنتشرين ما شاء الله في العالم والهواة وأصحاب التجارب وملاك المعلومات، وانتم ونحن نزودوهم يوميا بالمعلومات والأفكار. هذه المنصة الاحترافية يالت تخلق في أسرع وقت ممكن لأنها الخطوة الأولى للم الشمل. ولا شك قاع عن أداة فيسبوك العظيمة مازالت معطلة، ما فتنا استخدمنا شي من قوتها الحقيقية. الخطوة الثانية هي الإعلان الرسمي عن جبهة جديدة أو اتحاد جديد لقوة التغيير والتحام الجميع فيه من أحزاب وحركات وتيارات وشخصيات، ودعوة الجماهير للالتحام ببعثات الجبهة اللي لا تتحرك في الوقت المناسب، ويالله بعد الطرق والأساليب ما يعودوا تقليديين أبدا ولا مركزين في جهة واحدة، ويالله قاعد يعود ياسر من ما هو مؤطر ذاك مات لزمنه. الخطوة الثالثة والأخيرة هي يوم الزحف اللي تسميه اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الاقتراع، ذاك النهار يالله تلتحم فيه الجميع لواء الجماهير وبعثات الجبهة ولواء الفنيين اللي مدعو سابق ذا كامل لإنشاء تطبيق ذكي مكافح للتزوير والتلاعب بالعملية، يسجلوا فيه ناخبي الجبهة وتصويتهم وينعرف ذا كامل من ينصد. والبركة على كل حال الله في المزيد من التنظيم وفي الشباب طبعا. عيا الشباب ينفرض عليه عنه ينزوى وعيا ينقحم في قضايا ونشاطات هامشية ما هي مهمة، والنتيجة بعد هي خلو الساحة للفساد والتدمير. وشفنا قاع في السنوات الأخيرة هذه الهجرة الجماعية المروعة اللي يقوم بها الشباب الموريتاني، ومعاه بالمناسبة ياسر من القوى الأخرى الحية والكفاءات اللي ما تلاوى شباب وهما بعد كاملين لا فرضتهم الظروف على النزوح خارج البلد. غير ذلك ما هو استسلام، إنما هو تعبير قوي عن رفض الاستسلام، مع أن كنا وما زلنا متأكدين على البلد فيه فرص رائعة كثيرة أفضل للشباب من الهجرة، وهما قطعا أهلهم بذلك ويستحقوه. غير إخراج ذيك الفرص كاملة وتهيئتها مازال يتطلب بعض النضال، وذلك كامل بعد عاد ميسر اليوم وقريب بإذن الله. وشكرا.